محطتنا الأخيرة لليوم مشاهدينا، مثل كل يوم ومثل العادة، لحتى نقدر نحن وياكم نخلص أطباقنا ضمن فقرة ورشة ملح. صباح الخير من جديد إليك ولكل المشاهدين. وين صرنا؟ رح إجي لهيدا الطبق. تفضل. اللي عم نسكبه هلا الخضار. شو بدنا نحط؟ خضار هيك مشوية. بس خضار مشوية؟ لا، بعد في معها صلصة. هي سرتها أو سر هالطبق بالصلصة. أوكي. شو حطينا؟ كوسة، باذنجان، جزر، بصل. كوسة وباذنجان وجزر وبصل. وحطينا أيضا، فينا خبرت مشدين، فينا نحط من البروكولي، فينا نحط الخضار اللي بدنا إياها، بس أنا اكتفيت بهيدي الخضار. أوكي. كوسة وجزر و هلا السر وباذنجان وبصل. أوكي. هلا شو رح نعمل؟ رح اجي للصلصة. عندي لبن. رح احط لبن. رح احط كمان ملح. رح احط خل. رح احط عصير حامض. ورح اخلطهم. طبعا هي ولا اهون من هيك. خليني اقول لك شغله بالنسبه للخضار، فيني احط ايضا معهم الفليفله الملونه. طبعا المقادير اللي شوفوها المشاهدين فيها فليفله ملونه، بس انا استبدلت الفليفله الملونه بجزر. كان فينا نحط فليفله ملونه بس حبيت تكون كمان مغيره. اوكي مغيره. اوكي ما بهم. هلا هون الخضار مش هن الاساس، الاساس هي الصوص مثل ما عم تقول. صح، هيدي الصوص اللي هي لبن. هلا بنجرب شو عنا. لبن، في خضار بالبراد، ما في شيء. فاضل ما عندك بروكولي، ما عندك قرنبيط، ما عندك بصل، جزر، كوسه، شو ما كان. ايه كله بيطلع. اوكي. هيدا اللبن. وهلا اذا بدي منزينه، فيني اجيب من الفليفله الحمراء، حط شوي على الوجه منزين. ايش ما بهالشكل مع الفليفله الصفراء والفليفله ايضا الخضراء. نحن هون صار عندنا 1 2 3 خالصين اطباق. بعد في عندنا وصفه وحده، شوربه سلطه الحار. اوكي. ليش مهضومة؟ وهلا بجيب اخر شيء، بحط كمان ايش هو؟ سماع. بهالشكل. اوكي؟ عظيم. طيب هون صاروا 3 وصفات. بدنا نعبي هيدا الجات. هيدا الريزوتو خالص. وهون في عندي الخضار مع الصلصة، وهون في عندي الشوربة، وهلا بضل في عندي السلطه الحره. تفضل. بس شو رايك قبل ما نبلش بالسلطه الحره ناخذ سؤال ثاني لحلتنا لليوم؟ تفضل. اكيد. طيب. يعني انا سؤال... سلطه حره انه فضل كمان ما نعمل. فيك تاخذ اسئله قد ما بدك. خلي لك شغله، في ناس كثير بحبوا الحار. مالي. فلهالسبب نحن على طول بنحضر وصفات منوعه، شي بحار، شي بلا حار، شي بهار، شي بلا بهار. السؤال اللي رح ناخده، السؤال الثاني لحلقتنا لليوم، بالنسبة لصلصة السيزر، أهون طريقة لصلصة السيزر. هي صلصة السيزر كتير هينة، بس هي في مكون واحد بقلب الصلصة هو اللي بيعطينا نكهة كتير الأساسية والكتير طيبة. طبعا صلصة السيزر ما بدها شي، بنحط مايونيز بالخلاط الكهربائي. إذا بتحبوا الحامض بتحطوا حامض، إذا بتحبوا الخل فيكم تحطوا محل الخل حامض، بس ولكن هي أطيب مع عصير الحامض. أوكي. لكن بنحط مايونيز حامض، بنحط عصير حامض، حس ثوم صغير كتير 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 صغير، رشة ملح، رشة فلفل أبيض أو فلفل أسود، جبنة بارميزان، نخلطهم كلهم مع بعض ومنضيف المكون الأساسي لإلها، الأنشوا. الأنشوا أهم شيء بهيدي الصلصة، الأنشوا. يعني اللي ما بيحب الأنشوا
ما بيحب الانشوة خلص في اكتفي بهيدي من اساسه ما في يعملها. صح. اوكي. بس هي الطعمة اللي نحن اللي بنشوفها بقلب صلصة السيزر هي الانشوة، واللي ما بيعرف الانشوة هي هو عبارة بيجي شكله مثل شكل السردين، العلب الصغيرة بيجي رفيع كتير بيكون رفيع، فنحن نطحنهم مع هيدي الصلصة. هيدي بالنسبة لصلصة السيزر. اما بالنسبة للسلطة الحرة، السلطة الحرة هون في عندي طبعا اول شيء رح احط فليفله حمراء ورح ضيف كمان بقدونس. اوكي فليفله حمراء. اوكي. وايضا صفرة. صفرة. وعندي كمان من الفليفله ايضا الخضراء. لكن فليفلة ثلاث ألوان مثل ما عم بتشوفوا. رح ضيف يعني بدك تقولي شوي هالسلطة قريبة لمحمرة الجوز، كمان محمرة الجوز اللي بتجي أيضا حرة. طيب عندي أنا ما بعرفه رح ضيف بندورة كمان، وراح ضيف اوكي هاي البندورة عم نضيفها فوق الفليفلة بعد ما خلصنا. ايضا شو بعد في عندي بقدونس، راح اخذ كمية من البقدونس. اوكي طيب كمية كبيرة. نحن هون اخذنا كمية من البقدونس. عظيم. اوكي وراح جيب هلا خلصنا الاساس. هلا خلصنا الاساس. هلا الانتقال لل هلا راح جيب للحار. للحار راح احط زيت الزيتون قبل الحار. عندي زيت الزيتون، عندي ايضا ملح، فلفل اسود، وهلا هون عندي رب الحار كتار. رح احط كمان عصرة حامضة صغيرة. صار قلبي وجعاني بس على فكرة. ورح احط جرب بالحار رب البندورة. أوكي. وهلا رح اخلطهم مع بعض. لكن مثل ما عم بتشوفوا يعني بدك تقولي مثل ما خبرتك هيدي السلطة قريبة شوي قريبة لمحمرة الجوز. بس محمرة الجوز فليفلة مطحونة مع الجوز مع رب الحار. أوكي. كمان رب البندورة. لكن هيدي هي الصلصة أنا مش بس حرة بتشلفت. ما عم بقلك هي الفكرة بس بلش قلبي وجعني. يلا بس في ناس بتحب مثل ما عم تقول. صح. رح اجي اسكبها. بتتقدم حد شيء معين هاي انه او لا هيك؟ طبعا بتتقدم حد السلطات، حد ال هلا اكثر شيء هي بتتقدم حد اللحمه، اللحمه بعجين. اوكي. اوكي. حد اللحمة. يلا. عبيها عبيها عبيها. عظيم. بهالشكل بدها بس تنرص. يلا. بعد عظيم رح جيب بدي زينها بالنعنع، وفيني زينها كمان بالحبق ما عندي اي مشكله. في عندي نعنع وفي عندنا حبق. رح اخذ من النعنع. زينها بهالشكل. نزين الصحن بشي. اوكي رح نزينه. رح اخذ ايضا من الحب.
هيدا هيدا رب البندور. ها اوكي. ورح جيب كمان نعنع يابس بهالشكل. واو. طيب خلينا نشوفهم. اوكي هلا بعد اسئله قبل ما يخلص وقتنا. نحن اخذنا سؤالين تقريبا صار رح يخلص وقتنا فما بقى فينا نجاوب على اسئله. خلص هول هن كان في عنا اربع وصفات. بالنسبه للريزوتو حطينا طنجره على النار في بقلبها زبده، قلينا الثوم، قلينا الثوم كثير منيح لحتى دبل، رجعنا ضفنا الدجاج، صدور الدجاج مسحبه بدون جلدي بدون عظم قطعناها مربعات قليناها مع الثوم، رجعنا حطينا كمان الفطر وايضا ضفنا الرز ريزوتو، حطينا مرقة الدجاج، حطينا ايضا كريمة وايضا عندي من جبنة البارميزون، وحطينا فلفل ابيض رشة صغيرة مع رشة ملح. هذا كان بالنسبة للريزوتو بالدجاج. اما بالنسبة عندنا للشوربة حطينا بصل، حطينا ثوم، قليناهم بزيت الزيتون، ضفنا البندورة، ايضا حطينا من مرقة الدجاج حطينا بندورة مطحونة رب البندورة، حطينا عدس، حطينا برغل، وحطينا رز بالإضافة للنعنع اليابس أو النعنع الناشف، بيعطي نكهة كتير طيبة مع البابريكا. ما بدنا ننسى أنه نحن ضفنا كمان من البندورة المطحونة. لكن غادة هول هن كانوا وصفتنا لليوم. أنا بدي أشكرك، بدي أشكر كل المشاهدين. إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم وصفتنا، ونترككم بكرة كمان مع وصفات جديدة وشهية الساعة 10 بتوقيت بيروت. يعطيك ألف عافية شيف، ميرسي لك، بقية نهار كتير حلو مشاهدينا. أكيد بدي أتمنى لكم جميعا وين ما كنتم موجودين على أمل نرجع نلتقى بكرة ابتداء من الساعة 10 بعالم الصباح.